بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. أعزائي المشاهدين، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج هذه بلدنا. نحن الآن بضيافة الدكتورة سحر خليل حسون، اختصاصية طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. بداية أسعد الله أوقاتك. أهلين وسهلاً. دكتورة سحر، أنتم أشهر من أن تعرفوا في هذا القطاع. بنحب نعرف السادة المشاهدين من هي الدكتورة سحر خليل حسون ومتى تأسست هذه العيادة؟ أنا دكتورة سحر خليل علي الحسون، أنا عراقية الجنسية، حضرنا إلى الأردن من 2004 نهاية 2003. أسسنا هذا المركز، المركز التخصصي لطب وجراحة الأنف وأذن وحنجرة من 2004. إحنا ثلاث أطباء، دكتور مصطفى العبادي، دكتور مزهر الدوري، وأنا دكتورة سحر، ثلاثة مع بعض نشتغل ثلاث عيادات في مكان واحد، نقدم الخدمة الطبية بمجال اختصاصنا اللي هو الأنف وأذن وحنجرة، الجراحة الأنف وأذن وحنجرة، الناظورية بالنسبة للأنف، والمجهرية بالنسبة للأذن. بالنسبة للمركز يوفر خدمات اللي هي فحص مع مداواة وعلاج اللي هو ممكن يتعالج بدون تخدير موضعي في العيادة، لكن العمليات الأساسية اللي تحتاج إلى البنج العام نعملها في المستشفيات. أكثر المستشفى نشتغل به إحنا هو مستشفى الاستقلال، مستشفى الخالدي هم في عندنا بعض العمليات. صار لنا من 2004 الحمد لله الوضع ممتاز، المعاملة اللقاء الأطباء والمملكة طبعا تحت رعاية الملك عبد الله، الحفاوة اللي لقيناها حقيقة والتسهيلات للعمل في هذا المركز كانت رائعة، وإحنا جدا ممنونين من الكل لأنه ساندنا وآزرنا بعد ما تركنا بلدنا بالظروف اللي الكل يعرفها أكيد بالنسبة للعراق والمشاكل مالته وعدم الأمان. حقيقة لما وصلنا إلى هذا البلد شفنا كل الأمان والترحاب والاحترام، وجدا ممنونين منه حقيقة إلى أقصى حد، ويعني مسخرين كل ولائنا وعلمنا وجهودنا لخدمة هالشعب الطيب. وطبعا احنا نستقبل بهذا المركز من كل الجنسيات، من اليمن، من ليبيا، من الأردن طبعا أولا، ومن فلسطين. دكتورة سحر، بنحب نعرف السادة المشاهدين ما هي الخدمات اللي بتقدمها بهاي العيادة؟ احنا نقدم أولا، العيادة هي عبارة عن استقبال المريض أولا، الفحصة أول شيء، نأخذ التاريخ مال المرض مالته وكل متعلقات التاريخ، ومن ثم الفحص بالمنظار بالنسبة للأنف والحنجرة وحتى الأذن، وبعدين عندنا الميكروسكوب حتى نفحص بعد أعمق بالنسبة إلى الأذن. هلا دكتورة سحر، أنت اختصاصية جراحة أنف وأذن وحنجرة، هلا إله علاقة لو مثلا واحد مرض أنفه إله علاقة بمرض برضو دانه وحنجرته ولا لا؟ أكيد هو الاختصاص ليش صار أنه أنف وأذن وحنجرة؟ لأنه هي عبارة عن متعلقات، يعني إذا مرض الأنف وصار عنده مثلا يعني مثلا أنه التهاب بالجيوب الأنفية، قد هذا يضرب على الأذن يصير التهاب الأذن الوسطى، وممكن أنه القيح اللي ينزل من الجيوب الأنفية على الحلق والبلعوم ممكن يؤدي إلى التهاب الحلق والبلعوم وحتى تغيير الصوت والحنجرة، فهي مترابطة مع بعض ولذلك هذا هو اختصاصنا. بالتوفيق رب. دكتورة السحر، أي عيادة وأي مشروع إلا ما يواجه صعوبات ومشاكل، ما هي المشاكل اللي تواجهها في العمل؟ والله هي إذا نريد نقسم الأمور، أولا بالنسبة إلى نبدي بوزارة الصحة والنقابة، ما شاء الله عليهم متعاونين جدا معنا
وما عندنا أي مشكلة خلال هالسنين كلها، هم يعني موفرين الجو اللي حتى نعمل به. بالنسبة للمرضى، أنت عارفين أنه العلاقة مع المريض، أنت تتعاملين مع التعبان واللي الحالات الخطرة مثلا والحالات الأبسط، أكيد في أحيانا صعوبات نلاقيها بعد ما نعمل العمليات، مرات تصير مضاعفات، مرات هاي هذا هو الشيء الوحيد واللي هو طبعا كلها مسيطر عليها إن شاء الله. هاي أكثر شيء اللي هي اللي نلاقيها، مشاكل العمل كأمراض وهالقصص هذه، والمضاعفات مع العمليات أو الدواء، مرات حبة باراسيتول ممكن تعمل تحسس للمريض، فيعني هاي الأمور شلون نتداركها. دكتورة سحر، من خلال خبرتك في الحياة العلمية والعملية ما شاء الله، حابين تحكي كلمة لجيل الشباب عن ثقافة العيب. الفرق بين الحقيقة مو بس بالأردن، حتى بالعراق لما كنا والدول الغربية مثلا، في يعني اللي شفتها، أنا شفت عشت بكندا، عشت ببريطانيا، ما في شيء اسمه عيب هناك. يعني المهندس ممكن يشتغل سائق تاكسي، ممكن يشتغل بايع بالمحلات، ممكن يشتغل حتى ويتر بالمطاعم، ما في شيء اسمه عيب ما دام انه يكسب يعني مكسب حلال. ما في مشكلة انه الواحد بداية حياته يشتغل اي شغلة الى ان تجي الفرصة المناسبة انه يعمل عمله اللي هو كمهندس او حتى طبيب او حتى طبيب اسنان او حتى اعلامي او اي مهنة اللي هي احيانا يعني يخجل مثلا انه يشتغل شغلة اخرى. ابدا ما في خجل، ابدا ما يصير الشباب انه تخجل انه تعمل العمل الحلال، هو اللي بي مكسب، هو اللي يقدر الشخص انه يدفع عن نفسه وعن عائلته ودون اللجوء الى انه طلب المعونه من الاخرين. انا اعتقد الشرف العمل هو شرف، واي عمل هو شرف. دكتوره سحر، حابين نسمع منك كلمه عن نعمه الامن والامان. والله يا عزيزتي، الأمان هو رقم واحد. إحنا نريد الأمان 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 إلى ما لا نهاية، لأنه أكثر الناس اللي تقدر نعمة الأمان هم اللي محرومين منه. إحنا جينا من العراق محرومين من الأمن والأمان، كانت الوضع جدا سيء بالعراق اللي خلانا ننهزم، لكن نقدر نشتغل كأطباء، لكن كنا نقدر نطلع حتى نتسوق براحة، ما كنا نقدر نركب سيارة ونسوقها، ما كنا نقدر نمشي بالشارع حتى. لكن الحمد لله لما اجينا هنا وحسينا بالأمان والراحة والاطمئنان، على الأقل قدرنا ننام بالليل، كنا ما نقدر ننام حتى بالليل، قدرنا ننام بالليل ونحط رأسنا على المخدة ونغفى براحة وهدوء. فيعني إن شاء الله يا ربي الله يديمها على الأردن كل الأمان وكل الاطمئنان. وطبعا أكيد هذا بفضل يعني الحكومة، يعني على رأس الحكومة طبعا هو الملك عبد الله الله ينطي العافية، والتدبير والأمن والجهاز الأمني والشرطة وكل هالنظام الممتاز اللي خلى هذا البلد يحميه من النار اللي حوله. يا رب إن شاء الله الله يديمها عليكم ويديمها علينا، وإن شاء الله الله يعني يفرجها على الآخرين. أمين يا رب. دكتورة سحر، لو حالفك الحظ وقبلتي جلالة الملك عبد الله، ما هي الكلمة الطيبة التي تود أن تقوليها له؟ والله أنا يعني جدا ممنونة. الكلمة اللي أقدر أقولها أنه الشكر اللي هو ما إلى حدود، وكذلك أنه أنا يعني وهبني الجنسية الأردنية الآن، وأنا جدا ممنونة منه. واللي أوعد به هو يعني الولاء والطاعة والحفاظ على الأمن والأمان قدر ما أستطيع، وخدمة أهل البلد اللي نقدر عليه واللي هو الطب. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم في جزيل الشكر للدكتورة سحر خليل حسون على تواصلها ودعمها لهذه البرنامج.